لكن كمان خلينا نروح من كرة القدم للألعاب الصالات، حيث توج طبعا فريق ناشئات النادي الأهلي لكرة اليد مواليد 2004 بلقب كأس مصر، ويمكن ده طبعا بعد ما فازوا على نادي أو فريق سبورتنج بنتيجة 34-28 في مباراة اللي طبعا جمعت ما بين الفرقتين في نهائي بطولة كأس مصر. وكمان قدم فريق الناشئات الأهلي مباراة قوية وفرض طبعا سيطرته على مجريات اللعب بفضل الدفاع المحكم والهجوم المنظم، واللي تمكن طبعا من تحقيق الفوز وحصد اللقب عقب نهاية اللقاء، وتسلم طبعا الجهاز الفني واللاعبون كأس البطولة والميداليات المركز الأول، واحتفل الجميع باللقب الذي حققه الفريق بعد مسيرة متميزة هذا الموسم. ومن كرة اليد لكرة الطايرة، حيث يعني يلتقي الفريق الأول لكرة الطايرة سيدات أو فتيات طبعا الذهب بالنادي الأهلي اليوم الخميس مع نظيره فريق سبورتنج في المباراة الثانية من سلسلة ذا بيست اوف 3 ضمن منافسات النصف النهائي لبطولة الدوري. طبعا خلينا نفكر السادة المشاهدين إنه سلسلة ذا بيست اوف 3 النادي الأهلي هيلعب ثلاث مباريات، لازم يفوز من الثلاث مباريات يعني من أصله مباريتين عشان طبعا يضمن التأهل للدور، يعني طبعا بعد الدور الثمانية من البطولة، و يمكن أو الدور النصف النهائي من البطولة. ويمكن المقرر أن تقام المباراة في 11 مساء على صالة حسن مصطفى، ويسعى الفريق للفوز بها ومواصلة العروض القوية التي يقدمها. ويمكن كمان حرص الكابتن أو المدير الفني إبراهيم فخر الدين المدير الفني لفريق النادي الأهلي على عقد جلسة مع اللاعبات بعد المباراة أمس لتصحيح يعني بعض الأخطاء وتحفيز اللاعبات من أجل حسم المواجهة الثانية والتأهل للنهائي الدوري والحفاظ طبعا على اللقب. وكان سيدات كرة الأهلي قد فازوا في مباراة سبورتنج أمس بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء في المباراة الأولى من سلسلة ذا بيست اوف 3 ضمن منافسات بطولة الدوري العام لكرة الطائرة. يمكن طبعا يا أستاذ إبراهيم بنشوف يعني يمكن ما شاء الله يمكن من الموسم اللي فات والموسم الحالي يمكن في جميع الألعاب مش بس الكرة الطائرة، يمكن ما شاء الله جميع الفرق مقدمين أداء متميز طوال الموسم. منها طبعا فريق كرة الطائرة يمكن تعرض لبعض الظروف في الموسم الماضي، السنة دي بيقدموا الأداء بشكل مختلف طبعا عن الموسم الماضي مع الصفقات طبعا والتدعيمات القوية للنادي الأهلي طبعا عملها الموسم ده، فما شاء الله شايفينهم مقدمين بأداء قوي، ومش بس كرة الطائرة جميع الفرق الأخرى ان شاء الله. وكل التوفيق لكل العاب النادي الاهلي يا سلا، شكرا جزيلا ليكي. شكرا لحضرتك، وبقول طبعا تاني للبشمهندس علي كل سنه وحضرتك طيب، وزي ما انت قلت 60 سنه في حب النادي الاهلي، فما شاء الله يعني طبعا ربنا يديله طول العمر ودايما يفضل معانا. كل سنه وحضرتك طيب. شكرا جزيلا للزميله سلا حامد، وهذه الوجبه الاخباريه اللي اكيد حطيتكم في الصوره في الاهلي سواء في الكوره او في بقيه الالعاب.